أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأخبار. استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في مقر إقامته بالرياض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي. وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها. وأكد وزير الدفاع السعودي دعم التحالف العربي ومباركته مبادرات مجلس القيادة الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية. أصدرت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت بيانا حول تعرض حافلة تقل حرائر حضرموت للاعتراض والتهجم. ورفض البيان ما تعرضت له حافلة تقل مجموعة من حرائر حضرموت والجنوب واعتراض الحافلة بشكل همجي وتطاول على نساء عزل ونزع أعلام دولة الجنوب. وأضاف البيان أن هذا العمل يعد أقصى درجات الانحطاط الأخلاقي والأدب العام وينافي القيم والأعراف المجتمعية، وسيسبب في تهديد السلم المجتمعي في وادي حضرموت، وسيترتب عليه ردة فعل قوية. التقى فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي في مدينة الغيضة بالمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والأكاديمية في إطار برنامجه المعد لتوحيد الصف. وفي اللقاء تصدرت النقاشات عددا من القضايا أبرزها عدالة التمثيل وفق نسب متساوية تضمن تمثيلا عادلا في السلطة والجيش والأمن والشراكة. وناقش الحاضرون موضوع هوية الدولة ونظامها ومبادئ الميثاق الوطني الجنوبي، وطرحت في هذا الشأن عددا من المقترحات والأفكار. عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برئاسة اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك. وأيدت الهيئة الإدارية في اجتماعها الهدنة المقترحة للمبعوث الأممي، وأكدت على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح للمجلس الانتقالي الجنوبي بشرط ربط الهدنة بشكل أساسي بمدى توفيرها لمقومات السلام في الجنوب وبمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في عملية المفاوضات. بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني بحضرموت، نظم المجلس حفلا خطابيا وفنيا وتكريميا بمناسبة مرور عام على تأسيسه. الحفل استعرض كلمات معبرة عن المناسبة، كما أبرز خلال الحفل البرامج والمشاريع التي نفذها المجلس التنسيقي الأعلى في محافظة حضرموت إلى جانب الدعم الإغاثي والإنساني. هذا الموجز إلى اللقاء.